السلام عليكم، أهلا بكم في هذا التوتوريال الجديد. في هذه الحلقة بلغة الفيجوال بيزيك راح نتناولوا كيفاش نعرضوا الأولى، كيفاش راح نعرضوا الأولى تاع دائرة إكس، الأولى تاع دائرة إكس يعني الـ End User license agreement. واش معناتها؟ معناتها لا ليسونس ديوتيليزاسيون بور ليتيليزاتور فينال، يعني قوانين الاستعمال تاع دايركت اكس والشروط تاع الاستعمال تاعو. كيفاه نعرضوا البطاقه المليئه بالشروط والقوانين تاع الاستعمال تاع دايركت اكس، وذلك باستعمال لغة الفيجوال بيسك دوت نت واستعمال الدائرة اكس ابي. هنا في الاس دي كي، دائرة اكس اس دي كي يعني دائرة اكس سوفت وير ديفلوبمنت كيت جوان 2010، نشوفوا هنا باللي لا فونكسيون دائرة اكس سيت اب شو يولا، يعني شو يوزر ليسنس اغريمنت. لا فونكسيون هذه واش تقول؟ تقول displays the DirectX end user license agreement اولى in the system's localized language، يعني اظهار لا ليسونس ديوتيليزاسيون لاغريمون تاع DirectX في لغة النظام، بلغة النظام، إظهارها بلغة النظام. يعني إذا كانت لغة النظام تاعك إنجليزي راح يظهر التكست بالإنجليزي، إذا كانت اللغة تاعك يابانية راح تظهر اللغة بالياباني، لغة السيستم هي ياباني راح تظهر في الويندو بوكس راح تظهر بالياباني وهكذا. اذا لا فونكسيون هي سامبل، اذا ترجع لنا النونتي وتدي البارنت ويندو لا فينيتر الاب، النافذه الاب راح تاخذ النافذه الاب اللي الديالوج بوكس يستند عليها، لانه دائما في الويندو كاين امبارو كاين الاب امبارنت، كل ويندو عندها البارنت تاعها. اذا الديالوج بوكس اوف اولى هي البارنت تاعها، هي واش راح تعينو في البارامتر هنايا. طبعا هنايا البارامتر واش يقول؟ هندل اوف ذا بارنت ويندو اوف ذا يونا ديالوج بوكسز، صح. ريتيرن فاليو ID yes is returned if the user accepts the EULA and the application can continue with direct setup. معناتها هنايا لا اليوزر يعني اليوتيليزاتور فينال كليك على البوطو اوكي يخرج لنا عدد معين، يخرج لنا ID yes. ID yes ولا كليك على cancel ولا no، اذا يخرج لنا هنايا الرقم المناسب الاي دي نو. الاي دي نو دوك نشوفوا هذه الارقام، الرقمين هذو 6 و7، الرقمين هذو خاصين هما 6 و7. اي دي نو از ريتيرند اند ذا ابلكيشن ماست كانسل ذا دايركت سيت اب. اذا الى الابلكيشن، لا عفوا الى اليوتيليزاتور يعني اليوزر كليك على البوطو اوكي يخرج لنا رقم معين اما 6 اما 7، والابلكيشن تاعك تقدر تكونتيني مع دايركت اكس سوت اب، دايركت سوت اب. والا فانه يكليكي اما البوطون كانسل ولا نو، البوطون نو معناتها هنايا مش حاب يستالي، ما وافقش على الشروط تاع الاستعمال على القوانين، ما وافقش على لا ليسونس. اذا هنايا هنا لابليكاسيون لازم تكانسل، لازم تنيوري يعني الدايركت سيت اب.
remarks. Both the EULA and dialog boxes displaying the EULA are localized to the system language. إذا اللغة اللي راح تظهر اللي راح يظهر بها القوانين والشروط الاستعمال تاع دائرة X هي بلغة السيستم، بلغة يعني الويندوز اللي راك مستالي فيها. If window parent handle of the window parent equals null, then direct setup uses the desktop as the parent window. يعني لا درت في البارامتر هنا null وما حبيتش تدير valid handle، هنا راح direct هما مباشرة direct setup راح يستعمل parent اللي راح يستعمل desktop window as a parent window. La function directx setup show EULA should be called before proceeding with direct setup. يعني هنا يا la function directx setup show EULA ينبغي عليها أن نعيطولها قبل ما نبدأ بالعمل مع direct setup. La function direct setup. إذا حبينا نعرض الأولى بلغة واحدة أخرى لازم علينا نستعمل فونكسي واحدة أخرى اسمها DirectX Setup Get EULA. هنا هذه دوك نشوفوها في حلقة أخرى، نشوفوا كيف نقدروا نجيبوا الأولى ولكن بلغة فرنسية، بلغة إنجليزية، بلغة يابانية، بلغة صينية وهكذا. ID now is returned if the user rejects the EULA. إذا لا فونكسيون هذه راح ترجع لنا ID now إذا كانوا حالتين، إما أنه لا يقبل الأولى ويضغط على الزر now، أو أنه يحدث خلل أو خطأ داخلي في 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 النظام تاع الانستالاسيون. نروحو نشوفو هنايا لا كونفرسيون دو كود من السي بلاس بلاس للفي بي دوت نت. طبعا هنايا الويندو، هنا الويندو على شكل اند بي تي ار على شكل بوينتر ولا هندل، والريتيرن فاليو على شكل انتجر. طبعا هنا كلها مخزنة في دي ال ال دي سيتاب، كلها مخزنة في دي سوتاب. هذا الفيشي وين نلقاوه؟ هذا الدي ال ال نلقاوه في الريديست فولدر، في الريديست فولدر الموجود في الاس دي كي دايركت اكس اس دي كي. طبعا هنا نعيطوا لا فونكسيون تاعنا دايركت اكس سوتاب شو اولا في ميساج بوكس باش نشوفوا الريتيرن فاليو، والبارنت ويندو هو المين ويندو ابليكيشن، هو المين ويندو ابليكيشن. استعملت المين ويندو هندل كوم كوم امبار فونتر. نضغط على البوطو 110 وتخرج ان ديالوج بوكس، تخرج علبة حوار. علبة حوار واش فيها؟ فيها الأولى، هذه هي الأولى، شروط الاستعمال وقوانين نهو هاك، هذه هما، هذو هما الاستعمال، قوانين الاستعمال تاع دايركت اكس. إذا حبيت يعني إذا حب اليوزر فاينل يوزر ولا الاند يوزر الشروط وافق على الشروط هذه فإنه يضغط وي ولا اوكي، ومن بعد تجي لي زوتر فونكسيون، لي زوتر فونكسيون تاع دايركت اكس سيتاب. اذا ضغطنا على وي فانه هنايا لا فونكسيون ترجع لنا 6. اذا كي نضغطوا على البوطو اوكي اي دي اوكي ترجع الرقم 6. اذا ضغطنا على البوطو نو فانه ترجع لنا الرقم 7، الرقم 7. واذا هنا رانا ما وافقناش على الأولى. في الأخير نقول لكم إلى اللقاء، وكاين سؤال ولا أطرحوه.